اليوم الجمعية الطبية كتحتفل بأمهات ونساء وأخوات معتقلين السياسيين ديال سنوات الرصاص، وأنا بدوري جيت كمدعوة، أنا عضوة في الجمعية المغربية حقوق الإنسان. هذا اليوم 8 مارس ولا في الحقيقة وليس يوما احتفاليا، هو يوم تقييمي للمنجزات، وهو يوم للترحم على النساء ضحايا اللي تم حرقهن في المصنع بنيويورك في 8 مارس، وهو يوم لأنهن خرجنا كنا اعتصمنا بالمصنع من أجل حقوقهن المشروعة. هذا هو يوم تقييمي ويوم للتذكير، وفي هذه المناسبة ننصر الورود على جميع النساء ضحايا العنف وضحايا التعسفات. وفي حقيقة احنا في المغرب مازال ما وصلناش، ما حققناش مجموعة الحقوق، أضعافها هو أننا ولينا كنعانيو من اختناق الحريات وقمعها، ما بقاش الحريات لا الفردية ولا الجماعية، ما بقاش، بقيناش كحقوقيين وكنساء ما بقيناش كنفرحوا بداك اللي حسن تبغي ديري غير وقفة كتلقاي القمع من هنا ومن هنا. لأن علاش؟ لأن تزاد داك الشيء، ومؤخرا راه كاينه سميتو جبهه كتير وقفات على قبل غلاء المعيشه، وحنا تنتمنوا ان جميع المواطنين يفيقوا شويه ويبداو يديروا هاد الوقفات الاحتجاجيه. كان غير المراه انا ما كنتيقش بهذا الشيء، لان المراه اللي كتعذب واللي عندها الحنان واللي عندها الهم كتعيشوا طول عمرها، ما كاينش اللي كيتصنت ليها ولا كيعرفها ولا هي كتبغي تشكي ولا تبغي تبان ولا تصور ولا تقول تحقق شي حاجه، يعني هي كتعيش معركه حتى كتموت فيها هي ولا العائله ديالها كما كانت. كنقول لهم زعما برافو عليهم اللي صاب لي نسلك واللي صاب لي عونه واللي صاب لي توفرت لي الشروط يطلع، هذا افتخار لينا. نتمناو على الله حتى واحد ما يبقى عايش العذاب بوحده، كل شيء نتمنوا يظهر ويتعطاه الحق ويعيشوا عاديين ويمارسوا الحريات ديالهم. حنا عشنا بالقمع العذاب والمحن والكوميساريات الحباسات، ثلاثة الليل كنخرجوا الإضرابات، الجوامع جالسين فيهم، تعذيب جامع ديالو، ولكن بقيمتها تحققنا امامنا حتى دخلنا عند المعتقلين قالوا لنا ما تشوفوهمش، دخلنا عندهم شفناهم جلسنا معاهم ولينا دخلنا لهم فرضنا روسنا دخلنا كل شيء بالتضامن وبالجمع وبالمنظمات العمل والمعافي الدوليه عاونتنا المحاماه، بقينا هكاك انتصرنا على كل شيء. والسجنيه ممعدوده، هما كانوا داخل وحنا خارجين، هما خدامين وحنا خدامين، حتى واحد ما كان جالس. لا لا حنا عشنا عائله، حنا عشناها اكثر من معتقل، لان عائله كلها رشات وكلها صندوق وكلها ما بقاش دير العرس ما تدير حتى حاجه. وما اللي خرج من الحبس هذيك بدات معاناه كبيره، لانه مرض قلت لي الصحة وبغى يفرح دار الدار دار الطنبيل تجوز صافي تضرب 5 سنين عنده ما باقي ما تنفس باقي ما قررش اش غيدير مرض صافي. من تما 20 عام كثر 26 عام وانا مع خويا هو مريض، حتى ما تلاقي يدير حتى حاجه لراسو، كلشي عشتو معاه حتى ديتو تغيب ليا وديتو الانعاش، وبقى في الانعاش واحد شهرين وانا واقفه في الانعاش و10 ايام توفى. بالنسبه للحضور ديالي اليوم، بالنسبه لجميع النساء سواء مغربيات او نساء العالم، حنا تنحتفلوا بهذه الذكرى ديالهم، لان المراه اصبح عندها واحد المكان، واحد المكان يعني في واحد البلاصة اللي هي عالية جدا، وتتعاون مع الرجل وتنطلبوا لها المزيد من التفوق والمزيد من الاجتهاد. تنطالبوا بأن الحكومات تعمل واحد تقرير يكون صارم لجميع هاد الناس اللي هما تتعاملوا مع النساء بالعنف، ونطلبوا من الله تبارك وتعالى باش يكون هذا القرار صارم وبتنفيذ في اقرب وقت معين. انا مدو
حوس اش مع كل دوس مع غير عام لي دو اليكس كامشي عندو السجن دير لي ماكلا زورون واسي دير لي كسوبه ولكن مادام جات لي المسامحه تحرمت من الزياره ديالو وتحرمت من عائلتي تحرمت من دراستي تحرمت بزاف ديال الحوايج اللي جاوبت فيه كلشي تحرمت منه واضطريت نبقى في مقر سري واحد المره كنت عند واحد نصارى كتعرفهم جوسلين ديك سلفتي هي لقات لي واحد المقر لمده 6 شهور وعش ومن بعد رجعت وعاودت الباك وعاودت القرايه ديالي الحمد لله وخا الوليد بحنت معايا بزاف بقات كتبكي عليا وتوحشتني نقول له كل صعيبات ما تنساوش الغد كله لينا حنا الناس اللي ضحاو كانوا معتقلات وبنت معتقلات ابناء معتقلين هادو كلهم ضحاو باش حنا نبقاو صامدين ونالو الحقوق ديالنا.